اهلا اهلا، مرحبا فيكم. الموسم الثاني فاكتوريو، الموسم الثاني بيكون غير. يقولون ليش موسم ثاني؟ الموسم الاول تعلمنا فيه كل شيء، سوينا كل شيء. الحين احنا نغير بعض الامور ونغير بعض الاوضاع ونبدأ نهتم في امور كبيرة. خلاص كل شيء على نطاق كبير. بكل بساطة يبدأ الارز هني، كلكم عارفين اللي تابعوني سلسلة الموسم الاول. درالر زينيه وحطيت فيهم فحم، بما انهم ما يصرفون وايد لكن ينتجون وايد، وحطي فحم وقمت اصنع بليتس دايركتلي على وين؟ على الدرالرز. اول هذا كيف تبدون؟ تبون صدق هذا افضل طريقه تبدون. بس انا بديت يجمع ووفرت عليكم البدايه اللي شوي ممله، وانتجت 20 من الاحمر. طبعا بننتجه مصنع على طول يعني. واول شيء بنسوي ريسيرش سبليتر. اللي تابعني الموسم الماضي يعرف اني اعشق السبليتر عشق مش طبيعي. احب السبليتر، هذا شيء احبه الصراحة. نسيت اسوي هذا، حطنا في شنطتي واقول اوكي بيستوي والاخر ولا سويت اي شيء. ابا اسوي عاد الوضع طبيعي يا جماعة. خلنا بسوي شيء. تتعرفون نظام البويلر صح؟ تو ستيم انجنز وان بويلر، تو ستيم انجنز وان بومب. انزين، وابا هذا انتجه كله لنحط الريسيرش، وابا المختبر جاهز. تعال انت هني، يبغى لك كهرباء، شغل مساطيل هذا ما ينفع صح؟ انزين، بيكون هني السملتنج فاكتور. طبعا كل شيء بيكون اكبر هني حاليا، فالموسم هذا ما راح يكون شيء صغير الصراحة. انا ما ناوي قاعد اسوي شغلات صغيرة وهذا ومشي الحال، لا لا لا، شغلات ضخمة وإلا فلا. صراحة صراحة الوضع يبالا ندخل لمرحلة ثانية. الحين بأنقل السلسلة هاي لمستوى ثاني تماما. خلاص اوتوميشن الصعب بنسوي، خلاص ما في شيء اسمه سهل وهذا وخربطان وهذا. طبعا تعرفون انتو كنا نحن قبل مسوين الحسبة الأولية اللي هي حق كل وان بويلر تقريبا 10 كنا بنحطي من ال 20، استغفر الله، 20 بويلر حق كل لحظة. أنا بقى كهرباء. 20 بويلر يتحمل كل بومب لحظة وهذيل، وحق كل لحظة بعد وبعدهم. لا ليش الأزقة؟ بس مكان أمشي يا أخي، أهم شيء مكان واحد يمشي فيه يستانس، يحس إنه آدمي يعني. قاعد هناك يتعثر كل شوي، يدعم له شيء، يدعم له، يدعم 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 يدعم، ما تسوى. انزين، فنحط في العادة بويلر. طبعا بداية شوي بحاول اخليها سريعة. بويلر عندنا كهرباء، هي وصل الكهرباء لمكان قريب. تم ضاقين لفت كلك على طول، بيسوي لكم اللي تبونه. حطوا ريسيرش هني ونسير الريسيرش هني، ومصنع التذويب الحديد بيكون هني. ما بطول وايد في الكهرباء، على طول بسوي سريع سريع، حار بحار، ما متفاهم يا يعني وايد. فخلنا نسوي، خلنا يصير تشوفوا شيء حديد، مش الحديد، ابو حديد ابو حديد، كل شيء الحين بيستوي كهرباء. خلاص خلاص، ومن الحين بنسوي شو بعدين؟ بعدين خلاص نسوي الحين. اعطيتونا اولموست انف. لا لا مشكلة يا مرعي. اوكي اعطونا انفش اسمه. خلنا نشيل من هاي اللحظة، وين شفت لفت كليك 1 2 3 4 5 6. اوكي نشيل الفحم، دق الت ونمر عليهم لفت كليك ينزل كل شيء. مش الت سوري، كنترول. زين نزلت عليه تحت طربة واحدة. خلنا نرجع استوعبنا البيبات. كل اللي تسوون تعقون بويلرز مال كمان، تعقون البومب، توصلون البيبات وتقولوا له مرحبا الساع وجيج. هذا بيبدا ينتج. صح نسيت ايب الفحم، يا ساتر. هذا عنده فحم بعد دايركت، حلاته على طول. بنسوي له فيد، مو متفاهم يا، بنسوي له مصنع دايركت الحين. صبر صبر، وين الحفارات؟ بنسوي له هذا فحم على طول، ما في تفاهم. حرب حرب الحين 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 بنسوي له كل شيء. هذا هني
بس خلاص جيج جيج خلاص خلصنا السلسلة سوينا كل شيء نبا لا أمزح وياكم تو بدت السلسلة الحلقة هاي السلسلة شوي غير في بلو برنس البلو برنس بنلعب الحين ترى يوتيوب البلو برنس راح يكون جزء كبير الجيم خلاص يعني راح يلعب دور كبير في السلسلة هاي لأن نبغى ننتج على نطاق عالي وإذا بننتج على نطاق عالي والله ما غير بلو برنس بيكون صعب وايد الصراحة وايد صعب بصراحة بيكون جدا صعب فمن الأفضل تحيدون البرنسر ترستون نحطيهم في البداية لأن هاي الموجودين عندنا ومنها هم أول شيء يعبون نفسهم من الفحم ويعبونهم ما يبون كيبلات كهرباء ما يبون شيء ما يبون لعوزهم ولا هم يحزنون إنزين الحين خلنا نبدأ لينات التذويب الحديد ما بأطول وايد أنا الموضوع هذا لينات تذويب الحديد بسويها هني هني أو هني هني وبنزل تحتها البرونز وبنمشي قدام شكله وأحسن شيء واحد بنحطي أول جروب ثمانية خلاص هذا سويته مع عشرة أوكي استوى عشرة بنحطي اللي هو هذا خطف من نبغى شو نسوي ترتيب الجديد حطي فحم بعقول الفحم شو يسوي الفحم ينحط لحظة خلنا نسوي واحد من هذا انا احس اني ضيعت المسافة صح بعد سلسلة بهالطول اضيع لكم المسافة وحسافة على السلسلة اللي سويتها صح المفروض ما اضيع ولا شيء ولا ايش رايكم نشوف الحين نشوف لانه واحد اثنين هي ضيع مسافة بني بحديد من اخر الدنيا نحن ما في تفاهم بني بفحم خلي اسوي اثنين من هاي عشان ينتجون شوي فحم وهالامور تحت خلاص تو عندهم فحم ما يبون اكثر من اثنين الا اذا بعدين زدت وايد في الكهرباء يعني ممكن نسوي صفوف يعني بيكون وايد صفوف بنحتاج هني عندنا وايد حديد ترى كبرت الحديد البداية خليته وايد اكثر يستوي نسوي هاي قد ما نقدر واو الزحمة ما هالزحمة عليكم اللحمة انزين كل لاين هني بيدخل فيه شو فحم وشو هني اللاين هذا بيدخل فيه فحم وحديد كل لاين تماما وهني نفس الحالة فحم وحديد هناك هني الانتاج الصوب الثاني حق انتاج نفسه موضوع بسيط ما في موضوع بسيط انتاج حديد على طول شو انتبه تبغى شو انت تسوي بالضبط انتاج حديد انتاج الحديد بيروح سيده بيرجع لنا خط خلنا نسوي هذا واحد هذا اكثر اساس نعرفه وهني شو خط جديد اللي هم بيشل منه هذا الانتاج هنا بيروح ونبى نسوي الخط من هني نحن قاعد نسوي ريسيرج سبلتر على فكره قلت لكم مو بطول الموضوع سبلتر وبني من هني نحطي لنا درل سريع ينتج ويوقف انتاجه هناك طبعا لازم يوقف انتاجه هنا لانه انتج حديده هني مش حديده هذا فحم انتج فحم هني وني هني ونمد كهرباء من ريسيتهم خلوا الحين عادي يعني عقب بنبدل الأسلاك على الأغلب أنا بسوي مكان واحد الحين على أساس شو على أساس هذا المكان
يكون في كهرباء حق كل الانسيرترز الموجودين. هذا ترتيب حلو. هذا بعد يستوي له ابجريد احلى ما فيه. اروم اسوي له شو ابجريد. انت تعال اشتغل دامك ريال محترم. تعرفون الحركة هاي صح؟ ما نسيتوها ولا؟ اتمنى انكم ما نسيتوها يعني مو مدانا. لحظة زين خلنا نشيل الفحم من هني ونحط هذا هني ونحط الفحم هني ونحطه هني. هذا وين لاين. ابى اشوف الخط الواحد كم شلته من صوتك، يعني كم بيكفينا. شو مثل ايوه استوى عندنا السبريتر. حلو على طول بسوي سبريتر اذا كان عندي حديد. تعال يا صديقي الصدوق تعال تعال اخ تعال. خلنا نوصل هاي. تعرفون الحركة هاي ليش تي صح؟ متابعين مفروض تعرفون. الحين بيبين اللي يتابع ومن اللي ما يتابع. نعم انه بزخكم الحين بعرف انه كان متابع. تسألون سؤال في الكومنت معناه مش متابعين. انا اقول لكم من الحين انتبهوا يعني. خلي خم كامل هذا. انتو تعالوا دايركت. وابوك هاي برين كريسمس جبت العيد. جبت العيد بدري. تعال تهني. تعالوا 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 اعملوا لي كم من سبلتر. انا اتوقع الخط الواحد ممكن يمسك اكثر من سبلتر واحد لو تبون الصراحة يعني. بصراحة عندي توقع يعني. هذا اللي انا اتوقعه. بس الموسم الثاني مش ما في شيء صغير خلاص يعني. هالبقعة بامسحها كامل يعني كل شيء بامسحها. موسم تعبان ما نبه. هو موسم جامد. ابو موسم جامد. وعنا النيب من هني. هذا بيشل سبلتر. حلو. اوكي. هذا بيكون كبداية. ما بيكون يعني اكثر من هذا. ما احتاج حاليا. خلاص انزين. والمكان بيحتاج شو الحين بتعرفون شو سالفة البلو برنت الحين. يعني هذا بيكون موسم حار ترى. صبركم انتوا بس شوي بتشوفون كيف الموسم هذا مولع. خلي يخم البقعة كامل. خلي يخمها كامل مرة. اشكرك يا صديقي على حسن تعاونك. ما في على طول بنشتغل ريسيرش. نحن ما بسوي لهم واحد اثنين على فكرة يعني. ها بلا الحفارات مالي احس تعبان. انتاجية مش ذاك الزود ترى على فكرة. ها مزعليني جدا مزعلين. نبا حديد نبا انزين. لين نحنا نسوي هذا. لين انا اسوي اقرر شو اسوي في الانتاج. شو بسوي؟ بحقصر الخط بحطيه في صندوق. اوكي على اساس تمون ينتجون. حرام ضيع الوقت هذا بالإنتاج. الحديد هذا كله بينفعني عقب. بتعرفون ليش. أقولكم موسم ترى حامي. موسم ما في تفاهم أبدا. التفاهم فيه ضايع. هاي ليش منتجون وايد. خلنا سيرش الحديد من هناك. الحديد اللي عندي ما يكفي. تعرفون انتو كمية الإنتاج اللي هنا بتستوي خرافية خرافية.
الحين بسوي بعد الانتاج النحاس نفسه بالضبط مرة شروة ما يفرق عنه شيء. خلنا نشيل هذا زين، في منه وايد فحم، خلنا نوزع الفحم، خلهم ينتجون مخاطرهم اللي خلياني. عندي اندر جراوند بس ما استعملته، ما احتاج الحين اندر جراوند، مع انه في استعمالات جميلة وايد حق الاندر جراوند على فكرة، يعني ممكن نستفيد منه وايد شغلات، لكن العيازة لها احكام. طبعا بنطور على طول بحط السريع اخر شيء، لان هذا يعني الحين تخيلوا انتو هيل كم 24 واحد قاعد ينتجون، وواحد مسكين بس قاعد يشيل الانتاج كله ويحطيه وين؟ قاعد يحطيه في هذا في الصندوق، والله مسكين، والله غمضني الصراحة يعني. تعال تعال خلي ساعدك يا مسكين. اوكي عب 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 عب، لا ترحم الصندوق. انزين الحين وقت البلو برنت، بلو برنت بسوي نيو، لا مش بوك، بوك يعني نسوي جروب، نيو بلو برنت نبو هذا مع السبليتر مرة زين، ونحفظه مش اكسبورت، كرييت بلو برنت. اوكي بني بال بلو برنت وين سمولتنج، هذا يمكن اوسع عقب، اي بهني اسوي دبل ادبله، فبعطيه مجال وبحطي هذا وين هني. ها عبارة عن شو؟ بلو برنت مالي، بلو برنت النيم، اسم سملتنج ترين، سملتنج لا سملتنج ايرلي، شو رايكم؟ اساس نعرف البلو برنت. الحين لو ادخل على البي ادق بي ادخل، موجود ولا مش موجود؟ لو ازخ هذا واحطيه هنا، ايوه سملتنج ايرلي حلو. هذا السملتر شو يخلينا نسوي سملتر؟ شفرت انا صح؟ شو يخلينا اسوي هالشي هذا؟ خلنا نشيل الحديد زين. السملتر هذا اللي يخليني اسوي البلو برنت، يخليني احط شيء على اروم اتبعه، يعني اروم اسوي نفس هذاك هني خلاص، يعني يستوي عندي اثنين نسخه عن بعض. ولو بوسعهم ترى حديت مجال، لان خلاص كل شيء راح يكون بالحجم الثقيل هني، ما في شيء بالحجم الصغير يعني، فحرام قاعد اسوي شغلات كلها بالحجم الصغير. بما انه شيء فلوس يعني، تشوف اذا قلت يحفظهم مع اللي داخلهم، لا بيكون سملتنج لان افران اصلا في بلو برنتس، بعدين بتشوفونهم الصراحه بيسوون شيء خرافي، يسوون شيء خرافي من الاخر، انتوا بروحكم تقولون انه خرافي. بس ليش؟ وين صار هذا هو؟ انت تعال ليش انا عندك كلها فحم؟ انا بس ابغى ازيد انتاج الحديد على فكرة، انتاج الحديد زي الزفت والله، لا مش زي الزفت، بس نحن رايحين نريج شوي، نحن رايحين ريج مش رايحين ايزي، وايد ريج، وايد 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 ريج قو، يعني سايرين مال انتاج مال ما نبغى خلص. انزين الحين وصل الكهرباء صح؟ ما على خلي انت شوي، هذا شوي بعدت انا وين صار هذا. اوكي الحين مكانه زين. انزين الحين تعال فتشت نبات ترين، ما علي لين هاي جاز مسير هناك، مسير ارتب الوضع. انتو خلني اعبي اثنين، اعبيكم كلكم، لان هاي المصدر الحالي الموجود هذي لهم للفحم، بالنسبة لاستخدامي انا على فكرة، يعني مش بالنسبة لش اسمه. طبعا تشوف لحظة
ما باكم خلاص عندي 39 بس، خلنا نزيد انتاج الحديد. زين وانت عاد تسوي شوف انتاج الحديد الحين، بس وايد بحديد يعني، مش شوي، وايد too much. الحين نجيب سيور، زين، ونبغى الافران ايدنتيكال، 20 فرن، 10 هالصوب، 10 هالصوب، خربت البلو برنت مالي صح؟ لا والله كان عادي راكب ترى على فكرة، بس خربت مكان عمود الكهرباء في الحطة هاي. بس ما علي، بنحط عمود الكهرباء اللي تحت شوي صلحته. على فكرة يستوي اني اشل البلو برنت هذا واعطيه حد فيكم على فكرة، ها؟ يعني اذا حد صدق يبغى مثلا بلو برنت، اوكي تعدل شوي انتاج الحديد. اذا حد يبغى بلو برنت ممكن احنا نطلع له، الموضوع مش صعب وايد ترى، ممكن بكل سهولة بعد، وبخبركم كيف انا، بس مش الحين، ان الحين 1 2 1 2 1 2 وعندنا هذا الفحم بيجي من هني، مكان كهرباء شوي 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 مخرب الدنيا، مكان كهرباء مو مشكلة بنضبط الوضع، بس على أساس إنه حاليا نمشي هذا وبنحطي لعيونكم مصانع انتاج، هذا بالعرض جاي بيجرضني، بس مو مشكلة، ما تفرق وايد دام حتى هني بينتج ترى، لاني ابغى اصفي البقع يعني، ابغاها بالترتيب، لان اخر مرة شو صار في اماكن قامت مش من كل مكان شو تنتج، بعدها في 12,000 يعني لا تستهينوا فيها شوية، هاي وايد ترى، تقول شوي مو شيء، لكن ترى في وايد، يعني 42,000 يعني كمية طيبة، يعني كمية طيبة أطيب، يعني كمية أطيب، يعني كمية بعد أطيب، بس أنا من الكميات الطيبة، لازم سيور، أنا في حياتي كفاني سيور، في حد في حياته في هاللعبة يكفي سير؟ سؤال صدق والله. انا في حد شفته في حياته في اللعبة قاعد يكفيه السير اللي يسويه، ولا بس للابد هو واحد ياخذ سيور؟ هذا كلام جرم الصراحة يعني، احس في السيور في اللعبة سير سنة واحد يسبهم. زين طبعا سويناهم على دفعات، مش دفعة واحدة على اساس شو، ممكن نسوي التي من قبل، نسوي التي هني، 1 2 عدل الخط هذا، زين بس شل هذا لأنه هذا خبصة سواه، وبيتم صوب اليسار لا تخافون، سبليتر بيحطي نفس المكان، ما بيخرب مكان ال ما بيخرب مكان الفحم، هاي أمور طيبة يعني. 2 3 وايد مسافة بعيدة، غلطت فيها شوي لكن عادي، يستاهل الراحة ظني، يستاهل الراحة للريح مياه يعني. كهرباء هذا الجماعة يشتغلوا، هذه مصانع الصهر الحين قامت تشتغل شوي 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 شوي،
بس ترى انتاج ال يعني ما بيكون ذاك الانتاج اللي هذا. خلنا نركب مويل، ما بيكون عندنا الانتاج اللي يخلي الفحم هذا حاليا اتصور يخلص، مفروض ما يخليه يعني، مفروض هذا بالعكس، وما حطيته صح. هذه بالطريقه هاي صح. عادي الحين الانتاج مش وايد سريع سبت اللي اوت ولا الترتيب اللي انا سويته ورا، لكن عادي بيتعدل، هذا ما عدل الحين مو مشكله، مش قضيه مدام ان عندنا انتاج حديد امور طيبه. سريع سريع بنحط مركز ابحاث، سريع سريع ما بتفهم وياهم وايد انا اليوم، ما في تفاهم اليوم، بس انا بشيل الحديد مره يعني عن بكره ابيه، ما اسوي له واحد اثنين. انت تعال هني توصل هذا في هذا، انت كهربا ليش مش وصلت لك؟ لاني نسيت احط خط في الوسط. الكهرباء تكفي حاليا، كهرباء تكفي بزيادة، بس هذا ما يكفي الصراحة انا اشوفه يعني، مش انه ما يكفي بس مش عايب اني بعد في نفس الوقت يعني، ليش انتاج شي خفيف؟ لماذا انتاج خفيف؟ او عجزت ان تزيده قليلا؟ نزيده يلا. هذا هني قم منتهى الزيادة، اصلا في عندنا اثنين مو شغالين انا احس يعني، بس احس يعني بس مجرد احساس يعني، مش اكيد يعني عرفتوا يعني، بس كان احساس يعني. انزين، وهذا هني بكل بساطة حرك الفحم، يدعق الفحم في التي جانكشن ويوزع كل شيء هني. وطبعا نسيت انا شيء وايد مهم اللي هو الصندوق مالي. زين، ولا الحين بيجهز عندي الفاست انسرتر. هذا الموضوع ترى جامد 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 هني، شوفوا بروح يفرق اظن عن الموسم الماضي كله. اصلا في اعداء لكن حاولت اقللهم لانه ما بركز على اعداء انا طول اللعبه، فما بسوي سوالف. المهم كملنا هالحلقه هاي. انزين انا ما بزيد لكم الحلقه هاي لان اصلا سوينا اللي علينا هالحلقه اللي هو كهرباء، سوينا صهر الحديد، اهم شيء ترتيب صهر الحديد. انتم بس ابغى اشوف منكم اذا انتم تبون البلو برنت هايل ولا اذا تلعبون لعبة، اذا تبون محتاجينهم ممكن تخبروني. ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية في الموسم الحامي هذا باذن الله.